بلون. باتون بلو هي من أصغر الفراشات في العالم، وهذا النوع لا يتواجد سوى في هذه المنطقة من صحراء سيناء، وبالتحديد في محمية سانت كاترين، لكن عوامل عديدة تهدد بقائها كالرعي المكثف والتحرر المناخي. ومحمية سانت كاترين تشكل موطن هذه الفراشات إلى جانب أنواع أخرى من الأعشاب والحشرات النادرة. من أهم الفصائل التي تهدد بقاء الباتون بلو السحليات، وهي التهديد الأساسي، هذا إلى جانب بعض الطيور والعنكبوت وفرس النبي التي نجدها في جبل سيناء. والفراشات لا تحلق إلى أبعد من 100 متر، ما يعني أن كل تجمع من أعشاب الزعتر يشكل الملجأ الطبيعي لها، وإذا اختفت بفعل المرعى بسبب الإقبال المنفرط على الأعشاب الطبية، سيكون من الصعب على هذه الفراشات قطع مسافات بعيدة لإيجاد موطن آخر. فأنا سعيد جداً عشان موجودة في جبل موسى، فأحسن مكان هو لنا. بنحب المكان، شيء طبيعي، فبنحبه أكثر مع الفراشة عشان في أصغر فراشة موجودة في العالم، فإحنا سعداء طبعاً. ويعمل المدافعون عن البيئة على حماية الباتون بلو، لكن الظروف المناخية التي تغيرت بشكل جذري لن تساعد على بقاء هذه الفراشات الجميلة.